قرية جبع، قرية فلسطينية من قرى قضاء مدينة جنين، نشأت على رقعة جبلية من مرتفعات نابلس، وتنحدر أراضيها من الجنوب الشرقي نحو الشمال الغربي، ترتفع عن مستوى سطح البحر حوالي 500 متر. تبلغ مساحتها قرابة 220 دونماً، أما مساحة مجمل أراضيها فتبلغ 24,620 دونماً. تقع في منتصف الطريق الواصلة بين مدينتي نابلس وجنين، كما تبعد عن كلتا المدينتين قرابة 20 كيلومتراً. تتوسط جبع عدة قرى وبلدات فلسطينية، أبرزها ساريس، لجديدة، ميثلون، صانور، عنزة، عجة، سيلت الظهر، برقة، بيت مرين، والفندقومية. يرجع اسم جبع لكلمة جبع الأرامية وتعني الجبل، وجباع السريانية وتعني السهل المرتفع. بلغ عدد سكان جبع عام 1945 قرابة 2100 نسمة. ارتفع العدد تدريجيا حتى وصل عام 2017 إلى 10,413 نسمة. يعتمد اقتصاد جبع على عدة أنشطة اقتصادية أبرزها الزراعة، إذ استغل أهالي القرية تربة أرضهم الخصبة ووفرة المياه فيها بغرس مساحات واسعة بالأشجار المثمرة كالزيتون واللوز والتين والمشمش، إلى جانب مساحات كبيرة استغلت بغرس الحبوب والمحاصيل الموسمية المتنوعة. كما وتشغل تربية الماشية من أبقار وأغنام وما تعود به منتجاتها من ألبان ولحوم حيزا هاما من موارد القرية الاقتصادية، ناهيك عن الاهتمام بصناعة الفخار. ويوجد في البلدة مناشر لقص الحجر ومعصرتان للزيت وطاحونتان للحبوب. ازداد عدد سكان جبع وتوسعت مساحتها، وهي اليوم بلدة في محافظة جنين الخاضعة إداريا لمناطق نفوذ السلطة الفلسطينية. في جبع اليوم مجلس بلدي، 3 مساجد، 5 مدارس، 3 منها لتعليم الذكور واثنتان للإناث. كما يوجد فيها جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، نادي شباب جبع الرياضي، وعيادة جبع الحكومية، ومركز صحي خاص. إن اخترتك يا وطني فليتنكر لي زمني.